السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. رجعنا لكم من جديد بواحد الوصفات جداد ان شاء الله. عندنا انكيش بالخضره والطون، وعندنا هنايا ناتشوز، هو خبز بحال اللي كنقولوا محمص ديال المكسيكيين، وكيمكن لكم ديروه باي طريقه بغيتيو وان شاء الله يعجبكم. وراه تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله الوصفات ديالهم بجوج. بحال شفتوا في التقديمه، هذه هي لا غوسيت ديال لاباط بريزي. يلا نتوكلوا على الله، غادي نعطيكم المقادير. عندنا ربعه ديال الطحين، نص ربعه ديال الزبده، وصفر بيضه. صفر بيضه، غير صفر بيضه. بعض المرات كيكون الطحين ناشف ما تيقبلش الزبده، كنزيدوا فيه شويه ديال الحليب. بعض المرات كنستعملوا الحليب، بعض المرات ما كنستعملوش. وقريصه الملح. وقريصه الملح. وشحال ديال الزبده تقريبا؟ نص ربعة فيها 125 غرام. 125 غرام. يلا توكلوا على الله. يلا بسم الله. الزبدة تكون درجة الحرارة ديال المطبخ. ماما دابا حتى كتدخل لها ديك الزبيده ديالها. ياك هادشي قلت لك، كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. غير خصك تعطيها وقتها وتجمعيها بحال هكا. شتي هاهي بدات كتجمع دابا. اذا هي ما كتسدلكش، غير كت ما هي غير كتجمع ماشي كتسد. دابا درتي داك الصفر ديال البيض؟ لا درنا صفر ديال البيض. صفر البيض اها. الزبده وكنبقاو نجمعوا فيها بحال هكا حتى كتجمع. دابا حتى كتدخل لها ديك الزبيده ديالها. ياك هادشي قلت لك، كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. غير خصك تعطيها وقتها وتجمعيها بحال هكا. شتي هاهي بدات كتجمع دابا. اذا هي ما كتسدلكش، غير كت ما هي غير كتجمع ماشي كتسد. دابا جمعتيها ياك؟ دابا جمعتها. ما خاصهاش. راني زدت قريصه ديال زدتي شي شويه ديال الحليب. الحليب شويه ماشي بزاف. هادشي اللي كنشوف كان كان نص كاس عندك، خديتي بها غير شويه من ربع. ميم با ربع. شتي هي باش كتجمعي بها، باش بعد مرات الطحين تيكون ناشف. شتي يلا بخط بغيتي كتباع هنايا ياك، ولكن كنفضلو نديرو حاجة تقليدية من سكراتش. صافي غتخليها ترتاح شوية. معليش خليوها ترتاح واحد شوية، هي ما كتبغيش تشدلك. شتي هانتي شحال ديال الوقت تخليها ترتاح ان شاء الله؟ هي على ما نوجد لها فاكس ديالي. واه ما تغطيها لا بميكا لا والو باش تطلق. لا نغطيوها بيان سور. ندير لها بلاستيكة. واه بنات هانتوما دابا غنوريكم لا فاكس اللي غنقدروا. هو الكيش كيمكن لكم ديروا فيها اي حاجه بغيتوا، حنا ديال اليوم غنستعملوا فيها غير داكشي اللي حنا عندنا في موجود عندنا في الدار. عندنا الشامبينيون، بصله، ربيع، ثومه، تشيز، الفرماج، و التونة، واكيد زبيده باش غادي نقليهم. ها انتما غادي نبداو دابا. ها اش غادي نبداو؟ غادي نبداو بالزبيده. ديروها هي الاولى ياك. ها نبداو بيان سور بصيله، هي الاولى حيت كتقعد شويه طول الوقت باش كتشحر مزيان. واش خصها تذوب البصيله؟ لا ماشي لابد تذوب، غير باش ما تبقاش في هذيك الميه، باش ما تطلقش في الفلاكيش. واه باش ما تطلقش في ديك لا لاباط فويتي. لاباط فويتي. يلا باي باي. غتحكي فيها تويمه. ناقي نحك
الثومه شحال ديال الثومه درتي؟ غير دريس دريس واحد غير بنه وصافي نديرو شويه ديال الرزيز ربي عاوداني عندنا حنا ديال الفريكو مقطعو موجود ديما تعسر السرعة دابا درت البصيله ياك صافي درت البصيله شتي مبقاتش دابا نرمي الشامبينيون صافي ندير شويه د المليحه المليحه شويه البزار على حسب الذوق كل واحد انت ما عندك مع البزار بزاف ديري الهريسه لا بغيتي انا بغيت تكون حاره تقدري ديري خيزو مفكوك سحري اللقاء ما علاش كتشحريها على ود باش ما تطلقلكش الماء مع مع العجينه لا مع لا كريم باش ما تجيكش لا كيش مفرقه بحال شي فلا ولا شي حاجه كتجي كريمي و اذا كلشي خصو يكون صحه نرميو دابا التونه حيت التونه ما طيبش لانها طايبه غير نصهدوها واحد شويه هكا معاك باش تخلص صافي التونه صافي صافي كفاينا على هذا الخبز نخليوها تتبرد باش نديروها مع العجينه ان شاء الله اوكي دابا غادي نستعملو لا كريم ديال لاكيش غنديرو جوج البيضات ياك ها ما غادي نقربوهم شويه طيب باش يتحلو ياك نعم وغادي نديرو كاس ديال الحليب نخلطو هادشي مزيان بحال هكا مليحة بحال الا كتقولوا فلو مالح الا عندكم البنات لاكريم فريش يو كان يوز تقدروا تستعملوا لاكريم فريش بلاص الحليب بلاص الحليب شحال ديال لاكريم فريش السيترو كاس طبعا على حساب لافاكس اللي عندكم دابا غادي نحكو شويه ديال التشيز هو سهل عليك الفرن دغيا تفرتت صافي تخلطيه مزيان بحال هكا ونجيبو هذيك لافاكس ديالنا نزيدوها نكبوها فوق من نكبوها من الفوق ديك لافاكس غادي نخلطوها بحال هكا شي نديرو لها ميلونج بحال هكا شتي بحال لا قد قد دابا البنات غادي نقطو هادي غنديروها فهاد الزليفة شتو باش
باش نصوبوا لا بات سرحيها نسرحوها ونقدوها. اوكي دابا هانتوما شوفوا لا بات كي ولات شتي ما بقاتش قاصحه وطابت لقات راسها. دابا غادي نسرحوها شويه مين شويه ما تكثروش الطحين بزاف. حاولوا انكم تكون ما غليظه ما رقيقه باش ما تحرقش لكم. احنا سرحنا لاباط ديالنا بحال هكذا ياك شتي ونقدو على سيرفاس ديال المول على حسب المول اللي عندكم البنات. كل وحده كيفاش كيعجبها غادي ناخدو غادي نقطعو هذا غنحيدو هاديك العجينة الشايطة. المول ما دهنتيه ما والو ياك كدهنيش حيت هي لاباط مصوبه هي بالزبده ما غاديش تلصق. اوكي المهم بغيتو ديروا شويه ديال ديزاين في ال تاع ديزاين زوين ديال الصباعات. هانتوما شوفوا البنات اش كتجي محلوله شويه صافي بحال هكذا ياك. غادي تقبطو اون فورشيط نقبطو اون فورشيط ونتقبوها كامله بحال هكا. الا عندكم هذاك الرولو ديال اللي كيتقب حتى هو يمكنكم تستعملوه قبل ما تحطوها في المول. منين تسرحيها في الاول منين تسرحيها في الاول وتساليها في التسريح تقبيها بداك المول. حيت دابا ما عندناش هذاك الرولو نستعملو غير لافورشيط نحطوها في المول عاد باش نستعملو لافورشيط. وغادي ندخلوها دابا غادي ندخلوها للفران واحد 5 مينيت تقبط راسها من بعد نخرجوها ونعمرو لافارس. كبيجا حبيبتي يا البنات احنا دابا يا خرجنا لاباط من الفران خليناها غير تصهدت. دابا غادي نديرو لافارس ديالنا كامله هيا خويوها كلها هنا صافي بحال هكا شتي ونخشيوها في الفران. شحال ديال الوقت بغيتو تزيدو الفرماج من الفوق زيدوه ماشي مشكل حنا ما بغيناش نزيدوه وصافي تدخلات وكتشوفيها طابت كتحمر من الفوق هذاك الطياب ديالها صافي راه طابت. اوكي البنات السلام عليكم بغيت نوريكم هاد اللي كنقولوا لهم تورتيات ديال المكسيكيين. هذه كنديروا بها الناتشوز ناتشوز بحال كتقولوا تشيبس ديال المكسيك. كنشدوها هكا دايره نقطعوها بحال هكا باش كتعطينا هاد القياس ديال هاد الحجم هذا هو ديال داك ديال هكا كديروها بحال هكا في اللاطا شتي البنات كديروها بحال هكا. كيمكنكم تلوحوا عليها بارميزان تشيز يمكنكم تلوحوا عليها الملحه الحامض غبره
المهم ما تنسموها بالتحميره والو ما ندير فيها حتى شي غنخليوها هكا. وحنا غادي نديرو غنديرو فيها الفرماج بالحار هذا كيتباع هنايا سميتو ديال الناتشوز تشيز صوص هادي. ويمكن لك يمكن لك ديروا الحمص يمكن لكم ديروا اللوبيا الكحله هادشي صافي خرجوا من الفرن طابونات ديال الزيتون على حسب كل واحد كيفاش كيبغي ياكلهم فهمتيني صافي. المهم ها هما حنا وريناهم لهم دابا غادي نديرهم في الفران ومن بعد نوريهم الطبق النهائي. كي كتشوفوا البنات هذه اكله مكسيكيه الخبز ديالهم المحمص وكتاكلوه كيف ما بغيتوا ان شاء الله صوبوه كيف ما. والبنات ها هو الكيش بالخضره والطون الخضره درنا داكشي اللي كان عندنا موجود في الدار تانتوما ديروا داكشي اللي عندكم موجود في الدار. شكرا لكم البنات على المتابعه ديالكم كنتمنى باش ديروا هاد الاكلات بجوج كيجيو زوينين ولذات بزاف عاد يعني بسطناهم لكم ودناهم بطريقه مبسطه كيتكلوا بزاف دون لي ريستوران هنا في امريكا يعني وكيجيو لذاد وصوبناهم كيف شفناهم تما وكيف كليناهم. شكرا لكم تلقاو ان شاء الله. شكرا بزاف.